المستوصف هذا دار في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه من 2005، وتم التسليم ديالو في 2008، ودارت شراكه ما بين وزاره الصحه والمبادره الوطنيه للتنميه البشريه والولايه والمجلس البلدي بغض النظر للجمعيه ديال التسليم للتنميه. فاذا به في المحضر ديال التسليم كتلتزم وزاره الصحه على اساس انه باش غادي تجهزوا بجميع التجهيزات، وغادي تسهر على الاطر، وغادي تسهر على السيروره ديال العمل في وسط البنايه الجديده. دازت واحد المده، فاذا به كنشوفوا بانه يعني الاقصاء ديال من جهه ديال وزاره الصحه انه ما بقاوش كيعطيو واحد العنايه، ودا واحد المجموعه ديال الماتيريال. بعد اولا نهار جا التسليم وقعنا تسليم، وعبدو ربيه كان من الناس اللي وقعوا في التسليم في المحضر ديال التسليم، فاذا به الماتيريال اللي كان هنا ما بقاش اولا. ثانيا ولات يعني المشاكل ديالو غادي كيهبط لتحت. حنا كتنسيق كجمعيه ديال الاتصالات التنميه والاخوان ديالنا ديال الجمعيات الاخرين كنطالبوا وزاره الصحه وكنطالبوا جميع المسؤولين على الصعيد ديال الولايه ديال جهه بني ملال الخنيفره باش هذا المستوصف هذا، وكيف كتشوفوا انه البنايه ها هي مورايا البنايه انه تتاخذ المعايير ديال 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 المستوصف بلي نورم ديالو، ولكن انه خصو يدخل في الخريطه الصحيه ديال المستوصف ديال وزاره الصحه. احنا دائما المطلب ديالنا ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه، انه خصو يدخل في الخريطه الصحيه باش يكون حتى هو معترف. انا جيت نهضر على هاد قاعه العلاج كما سموها الاخوان. حنا هاد المستوصف كنلقاو فيه بعدا مشاكل كنساء، يعني كنجيو غير الاربع والجمعه، الاربع تيديروه للجلبه وكيكون الطبيب، ولكن مع السكينه كثيره كاين اللي ما تتوصلوش كاع النوبه، كنضطروا نمشيو. كتسمح في كل شيء وكتمشي، ما يمكنش السيده تجي من الصباح وهي شاده النوبه حتى ل 12 ولا الوحده ولا الجوج، وبعض الخطرات كنمشيو بلا ما كتوصلنا النوبه. حنا بغينا هذا المستوصف يكون يومي، حنا هاد العيالات يومي نجي نلقى الطبيب نقضي غرضي ونمشي، نجيب ولدي مريض ولا بنتي خصني نلقى الطبيب، خصو يعطيني الدواء ويعطيني الورقه، حتى الا كانت شي حاجه استعجاليه ممكن ديك الساعه نهزو وندي للسبيطار الكبير ولا نهزو لشي بلاصه اخرى. حنا كنجيو الاربع على الجلبه والجمعه كيجيو الناس على الدواء، وممكن مره كتلقى الدواء مره ما كتلقاهش، هذا هو المشكل اللي عندنا في هذا المستوصف. كما هو معلوم بان اي تسليت تكون تعاني واحد المشكل خطير اللي هو مشكل ديال المستوصف او قاعه العلاج. قاعه العلاج كنلتمسوا من السلطات المحليه ومن جميع ومن السيد وزير الصحه ادماجها في الخريطه الصحيه، لان قاعه العلاج قاعه العلاج يعني الى استحضرنا الكثافه السكانيه اللي كتبلغ تقريبا اكثر من 30000، راه ذيك يومين اللي تخص ليها راه ما كافياش، لانه فاش تبرمج هذا المستوصف في اطار المبادره الوطنيه ومن خلال المرافعات اللي كانت كتقوم بها الجمعيات المحليه ديال تيسليت مع السلطات المحليه، تم الاستجابه لهذا المطلب وقسموا الاستفادات من الاطر الصحيه ومن الاستفاده من الخدمات الصحيه ديال المستوصف، قسموها على جوج، يومين في حي اي تيسليت وثلاث ايام في ربيع. هذه يومين هذه ما كافياش نظرا نظرا للحجم ديال السكينه، لذا نلتمس باش ادماج هذه قاعه العلاج في الخريطه الصحيه باش تكون ك ك ك باش تكون على غرار المستوصفات الاخرى، تكون تستافد من تكون السكينه ديال الحي تستافد على غرار المناطق الاخرى من الخدمات الصحيه او الولوج الامكانيه ديال الاستفاده من الخدمات الصحيه من هذا المستوصف. من هذا المنبر تنوجه النداء ديالي باسم السكينه باش يوضعوا لنا مستوصف صحي، هو كاين هذا البنايه مورا راه هذاك هو المستوصف، والحمد لله كاين مستوصف، ماشي خصنا وعاء عقاري ولا هذا المستوصف كاين من 2005 2006 كاين خدام، ولكن خدام جوج خطر في السيمانه وما داخلش في الخريطه الصحيه.
تنكرر نعاودها، المستوصف اي تيست ما داخلش في الحريات الصحيه، وللاسف الشديد تتوفر على طبيب واحد لساكيت اي تيست كامله، تيجي جوج خطرات في السيمانه وتابع المجال الحضاري، والمواصفات ديال المجال الحضاري ما كايناش، منعدمه جدا. ومن هذا المنبر تنوجه النداء ديالي للسيد الوالي الجهه والسيد المدير الجهوي للصحه، المدير الجهوي للصحه وجميع كاع القطاعات اللي داخلين في يوضعوا لنا المستوصف في الخريطه الصحيه. وجات هذه الايام مع التلقيح اللي تلقى جلاله الملك الله ينصرو، راه تنعانيو بزاف د الحوايج. لومبيلونس ما كايناش، الدواء ما كنت يقول لك تبا ودي راه هادشي اللي عطاونا، راه تيعطيو الله ربيع واي تيسيت، وان هادشي اللي عطى الله راه ما خا وكلشي كاين، البنايه كاينه كلشي كاين فيه، ولكن الدواء والطبيب راه ما كاينش. تيجي خطره في السيمانه، كاين ناس ديال السكر، كاين ناس ديال الطونسيون، كاين بزاف كاين العيالات اللي عندها الحامل الى اخره، وكاين اللي تلقرشوا عقربه، ما عندناش الاسعافات الاوليه ما خدامش السبيطار عقربه شي وقت الصيف، راه العقربه راه اش نقول لك، راه لا اله الا محمد رسول الله. وشحال بينه وبين السبيطار وبينه وبين المصالح حتى حاجه، اي تسليت وما فيهاش مستوصف صحي داخل الخريطه الصحيه، هذا راه تساؤلات تطرح. واللي اي وقت يوعدونا لا حياه لمن تنادي.